حقوقية لجميع السيدات والسادة الحضور معنا في هذه الأمسية. أولا باسم جمعية الطلعات النسائية ترحب بالوجود ديالكم، وأتقدم بالشكر للأستاذ اللي حاضرين والأساتذة اللي حاضرين معنا في المنصة، الأستاذ أنس سعدون وهو قاضي وملحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نعيمة أبيضق نائبة الوكيل العام في محكمة الاستئناف، صديقة والمناضلة الحقوقية الأستاذة حسناء علالي رئيسة جمعية الأمل بمدينة الحاجب، والصديقة حياة التي تمثل اليوم تحالف ربيع الكرامة في هذه الأمسية الحقوقية. كما تعلمون وكمن هناك أغلبية من حضر معنا في اللقاء الافتتاحي لمشروع لسنا وحيدات في مواجهة العنف، والذي يجمع بين جمعية الطلعات النسائية وتداعمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يتمحور حول الولوج والمعيقات لولوج العدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف. اليوم عندنا اللقاء الأول أو الجولة الأولى في هذا المشروع اللي تتمحور حول المعيقات الولوج بالنسبة للبنايات والبنيات العدالة. أول قبل أن نبدأ في هذا اللقاء أعطي الكلمة للأستاذ أنس سعدون، كما سبقت الإشارة وهو قاضي وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليعطينا وجهة نظر المجلس في هذه القضايا وهي قضية الولوج للنساء والمعيقات بالنسبة للعدالة، فليتفضل مشكورا. مساء الخير، بداية أشكركم جزيل الشكر على الحضور في هذا اللقاء، وأشكر كل من ساعد من قريب أو بعيد في إذن مساءكم سعيد، شكرا جزيلا، سعيد جدا بأنني متواجد معكم اليوم في هذا اللقاء الذي يتمحور حول موضوع مهم وهو موضوع الحق بالولوج كالعدالة. إلى وقت قريب كنا حينما نتحدث عن المشاكل التي تواجه النساء المعنفات أو التي تواجه النساء عموما نركز بشكل أكبر على قوانين الموضوع، يعني على مدونة الأسرة، على دور الأحوال الشخصية حينئذ، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية، ولكن كنا ننسى مسألة أساسية هو أن حماية الحقوق وحماية الحريات لا تقتصر فقط على قوانين الموضوع اللي هي هذه القوانين اللي هضرنا عليها، وإنما أيضا هي مرتبطة بقوانين الشكل اللي هي القوانين ديال المصادر، المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. فمثلا في بعض القضايا تقدر تكون المرأة عندها واحد الحق، بحال الحق ديالها في النفقة، وتقدر تمشي ترفع دعوة وتطلب النفقة ديالها، ولكن إذا ما قدمتش شكل ورقة واحدة يمكن الدعوة ديالها ما تقبلش، ماشي حيت هي ما عندهاش الحق، لا هي عندها الحق، ولكن هي ما عرفتش كيفاش تدافع على ذاك الحق وتوصل للعداله. لذلك حنا كنهضروا على ان حمايه حقوق المراه لا تقتصر على قوانين الموضوع، وانما ايضا على قوانين الشكل. النقطه الثانيه هو ان حنا كنهضروا على الولوج الى العداله، هذا الولوج الى العداله عنده مجموعه ديال الشروط. من جمله هذه الشروط ضروره ان تكون القاعده القانونيه خصها تكون واضحه، لا تقبلوا تاويلا، لا تقبلوا اكثر من تاويل، لان وضوح القاعده القانونيه هو اول شرط للولوج الى العداله. وهنا كيتطرح اشكاليه ديال مجموعه ديال القوانين اللي كتكون فيها بعض التعاريف اللي هي ماشي واضحه، مثلا كنسمعوا مثلا مفهوم ديال الفساد، مفهوم ديال الخيانه الزوجيه، مفهوم ديال هتك العرق، شنو الفرق ما بين هتك العرق وما بين الاغتصاب، مفهوم مثلا ديال البيت الزوجيه، شنو المقصود بالبيت الزوجيه، واش البيت الذي تتواجد فيه الزوجه والابناء، ولا هو البيت الذي يعده الزوج لصالح الزوجه والابناء. يعني هاد التعاريف اذا ما كانتش واضحه في القانون تقدر تكون المراه عندها الحق، ولكن حينما تتوجه الى القضاء لا تقبل دعواها لخلل في الشكل. انطلاقا من هذا التشخيص، المجلس الوطني لحقوق الانسان انطلاقا من الادوار ديالو الدستوريه، يعني عندنا الدور ديال الحمايه اللي هو تدخل في حاله وجود انتهاكات وبدء في الشكايات واحالتها على الجهات المختصه، وعندنا واحد الدور اخر اللي هو دور ديال النهوض، بمعنى اننا ناس يعني ندعو الى ملائمه القوانين مع الاتفاقيات الدوليه، الى تغيير القوانين. انطلاقا من هذا الدور قام المجلس باعداد مجموعه من المذكرات اللي طلب فيها بتعديل مجموعه ديال القوانين، يعني هضرنا على القانون الجنائي، على
القوانين المتعلقه بالقضاء، النظام الاساسي للقضاه، قانون مجلس اعلى السلطه القضائيه، يعني جمله القوانين اللي هضرنا عليها في الاونه الاخيره، يعني خلال السنه ديال 2022، القوانين المنظمه للشكل، يعني لاول مره المجلس كامل واحد الراي حول قانون المسطره المدنيه، وعمل ايضا واحد الراي على قانون المسطره الجنائيه، وعمل راي اخر حول العقوبات البديله. وشنو القاسم المشترك ما بين هاد الاراء؟ هو انها اعطت واحد الدور مهم لمساله الحق في الولوج الى العداله. نعطيكم واحد المثال اللي هو عملي في مجموعه ديال القضايا البسيطه. القانون كيقول لك ان المراه ولا الرجل ماشي ضروري يعملوا محامي، ممكن يسجلوا الدعوه بشكل مجاني ولا محامي. اذا ملي كنقولوا ان هذه الدعوه تقدر تكون مجانيه ولا محامي، واش كيعني هذا اننا كنساعدوا هذه الفئات الهشه على الولوج الى العداله؟ ولا اننا غير كنقول لهم راه انتم عندكم هذا الحق بغض النظر على طريقه الوصول الى هذا الحق. فالمذكره ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان ركزنا على ضروره توسيع مجال ديال المساعده القضائيه، لانه ما يكفيش انا في القضايا اللي هي بسيطه اننا نقول المراه ولا الرجل ما يديروش محامي، لا، خاص الدوله تعمل لهم محامي، لان حنا كنعرفوا الناس اللي هما قاريين ما عندهمش قرايه قانونيه، ماشي قرايه قانون، يعني يقدر يكون واحد كيعرف قاري ولكن في نفس الوقت راه ما كيعرفش الحقوق ديالو والتزامات، وبالتالي هو ما يقدرش يمشي يكتب مذكره ويرد على ديك المذكره ويترافع امام المحكمه. اذا هنا المذكره ديال المجلس اكدت على ضروره توسيع نطاق الوصول الى يعني المساعده القضائيه اللي هي خاصها تكون بقوه القانون او بناء على طلب. فعلا احنا في المغرب عندنا قانون ديال المساعده القضائيه، قانون اصدر سنه 1966 هو مرسوم. هذا القانون الاشكال ديالو هو انه وضع مجموعه من القيود من اجل الوصول الى المساعده القضائيه، يعني تصور واحد السيده باغيه عندها واحد المشكل، مشات تشكي في المحكمه. شي واحد غادي يقول لها جيب المساعده القضائيه ودير لك محامي ولا تعتمد على الرسوم، خاصها تصرف على ثلاثه ديال الادارات، ونحن ندعو الى شباك واحد. الواقع اليوم خاصها تمشي ثلاثه الادارات، تجيب ثلاثه الوثائق، تدعو للنيابه العامه وتبقى تجتمع انتظر هذاك الاجتماع ديال اللجنه. وما عندناش للاسف واحد الامكانيه كاينه في القانون ولكنها ليست مفعله بشكل واسع، اللي هو الاشكاليه اللي هي المساعده المؤقته، كنا كنديروها في الزوجيه الزوجيه ولكن ما بقاتش كثر. اذا اليوم مازال عندنا الاطار القانوني لا يساعد الكثير من الفئات العشره وخاصه النساء، لانه هو الموضوع ديالنا اليوم، الناجيات من العنف للوصول الى العداله. وحنا في اطار المجلس الوطني اليوم بسبب اعداد واحد الدراسه، حنا كنا قبل من حوالي سنه اطلقنا واحد تسمى واحد حمله وطنيه من اجل تشجيع التبليغ على جرائم العنف ضد النساء وعدم الافلات من العقاب. وهذه الحمله استغرقت مده سنه من نوفمبر 2021 الى نوفمبر 2022، وعلى مشهد الحمله قمنا بتحليل مجموعه ديال العينه ديال الاحكام القضائيه، وايضا قمنا بملاحظه مجموعه ديال المحاكمات، وخرجنا بمجموعه من الملاحظات ايضا من خلال الادوار ديال اللجان الشهريه ومن خلال الادوار ديال المجلس. قمنا برصد مجموعه من المعطيات التي تتعلق بطريقه التعامل مع قضايا العنف ضد النساء. شنو هي هذه المعطيات باختصار؟ اولا كنجبروا ان غالبيه القضايا التي تصل الى القضاء هي قضايا تتم بناء على التبليغ الفردي، بمعنى ان المشتكيه هي التي تلجا الى القضاء من اجل ان تقدم شكايتها اما الى القضاء ولا الطرف ولا الجهه المختصه. واذا بمعنى شنو هذه المعطيات شنو كيعطينا؟ كيعطينا واحد الانطباع بان مازال كنعتبروا حنا العنف شان خاص، وبالتالي الضحيه اذا ما مشاتش تبلى ما يمكنش نحركوا الابحاث بطريقه تلقائيه. الملاحظه الثانيه ولا المعطى الثاني اللي كتعطينا هذا الوضع هو انه الناس ما كيبلغوش على جرائم العنف ضد النساء، كيعتبروه شان خاص. ممكن الراجل، ممكن الاسره تسمع الجيران ديالهم في العماره يعني واحد الفتاه ولا واحد الزوجه توعمات، واحد راه كيمشي يديكلاري، عكس مثلا كيفاش كيتعاملوا مع قضايا اخرى بحال المخدرات. اذا عندنا الواقع يؤكد ان غالبيه القضايا التي تصل الى المحاكم هي قضايا كتكون الضحيه هي التي تبلغ. النقطه الثانيه عندنا ارقام كتعطيها مديريه الامن الوطني ديال العنف ضد النساء، هو واحد الرقم اللي هو مرتفع ديال الشكايات التي تصل الى عين الشرطه اللي كتعمل فيها الابحاث. ثم الرقم الثاني هو اللي يصل الى النيابه العامه وقد تاخذ فيه اجراءات ديال يعني المتابعه ولا الضبط، هو اقل من الرقم اللي مسجل عند مديريه الامن الوطني ولا عند الدرك. ثم الاحكام التي القضايا التي تصل الى المحاكم وهو رقم ضئيل،
شنو معنى هذا؟ هو انه كلما تقدم المسار ديال التقاضي الا وتقلص التاكيد ديال الشكايه. يعني كل دائما واحد نسبه كبيره ديال القضايا ديال العنف ضد النساء كيكون لها ديالها التنازل، التنازل اما في المرحله ديال البحث التمهيدي ولا في المرحله ديال المحاكمه. وهنا كنقولوا ان التنازل في الطريقه ديال كيفاش هو كاين في القانون ديال القانون الجنائي ولا في القانون ديال الاسره الجنائيه، المجتمع كيميز ما بين جرائم الشكايات وما بين الجرائم ديال اللي ما كتقول الجرائم العاديه. الجرائم العاديه النيابه العامه تحرك المتابعه بدون شكايه المتضرر، النيابه العامه لانها هي اللي كتمثل المجتمع. ولكن كاين انواع اخرى من الشكايات لا يمكن للنيابه العامه ان تحرك الشكايه الا اذا كانت شكايات مشتركه. بحال القضايا مثلا كاين خيانه زوجيه، كاين القضيه ديال القذف، علاش السب والقذف خاص تكون شكايه وتشهير. حنا كنسمعوا بعض الاشخاص اللي كيكونوا مشاهير كيتعرضوا لحملات واسعه ديال التشهير، وكنسمع واحد السؤال: لماذا النيابه العامه لا تتحرك؟ هي لا تتحرك لان المعني بالامر لم يقدم شكايه، لانه هو ربما يقول لك انا اذا مشيت قدمت شكايه غنتعرضوا لحمله تشهير مضاعفه وما كيبغيش. وبالتالي هادو هذا الفرق ما بين الشكايات ديال جرائم الشكايات والجرائم العاديه. الاشكال انه على المستوى العملي سواء تعلق الامر بجرائم الشكايات ولا جرائم اللي ماشي شكايات، في القضايا ديال العنف عموما كاين واحد الميل نحو تشجيع التنازل ولا الاخذ بالتنازل. نعطيكم المثال اللي هو عملي مثلا في بعض القضايا اللي كيكون فيها تخرج بقصر، واخا المشرع حذف ديك الفقره الثانيه اللي كاينه في الفصل 475 اللي كتقول لك انه المغرر ما كيستافدش من العذر المعفي بالعقاب في حاله زواجه من الضحيه، ولكن هذا الشيء مازال في القانون، مازال في الواقع، هو ما كايناش في القانون ولكن كاين في الواقع. علاش؟ لان المشرع اللي حذف ديك الفقره لم يستثني تمتيع المتهم ولا المحكوم عليه بظروف التخفيف في اطار القواعد العامه، وبالتالي ما كايناش هناك ما يمنع ان هذا الشخص اللي كيقوم بالتغرير بقصر اذا تزوج بها ان يستفيد من العقوبه الموقوفه التسفيه. هذا هو الاشكال اللي كاين. ايضا من الملاحظات الاخرى اللي عندها علاقه بالحق في الوجود العدالة، كنشوفوا قضايا ديال العنف ضد النساء على سبيل المثال. عندنا التعويضات في نسبة كثيرة من الأحكام، هاد التعويضات اللي كتحكم بها المحكمة كتلزم بين ثلاثة الحالات. الحالة الأولى ما كتكونش أصلا هناك تعويضات. شنو معناها ما كايناش تعويضات؟ كتكون الضحية أصلا ما طلبتش التعويض ديالها على الضرر اللي لحق، حيت في إطار واحد المنظومة لا تساعد على الولوج للعدالة، كتكون المرأة اللي ما عرفاش الحقوق ديالها ما كتطلبش أصلا ديك الحق. كاين حالات أخرى كيكون الحكم هو عدم القبول، علاش؟ لعدم أداء القصد الجزافي. وهنا كنشوف الناس اللي ما عندهمش محامي ربما ما يعرفوش شنو المفهوم ديال القصد الجزافي كيفاش ممكن يخلصوا، وبالتالي واحد النسبة كبيرة كيمشي بعد القصد. كاين حالات ثالثة كيكون فيها تعويضات، ولكن هذه التعويضات كتكون غير كافية. علاش هي غير كافية؟ لأن كاين واحد الاعتقاد نتقاسمه يعني داخل منظومة العدالة، تيقول لك اللهم نحكموا بواحد التعويضات اللي هي يمكن أداؤها، ولا أننا نعملوا تكون قليلة، ولا نديروا شي تعويضات تكون كبيرة ويكون المآل ديالها أن المعني بالأمر يمشي يدوز عليها الحبس والضحية ما تاخذش حتى ديك الجزء الصغير من التعويضات. إذا هذا المعطى كيقول لك الحاجة الماسة من أجل ضرورة إحداث واحد الصندوق ديال التعويضات يحل محل المحكوم عليه في حالة عدم قدرته على أداء التعويضات أو عدم وجود ما يوجد. إذا تصوروا معي واحد الضحية ديال اختصار ولو واحد الضحية ديال واحد العنف أدى إلى عاهة مستديمة، تم إلقاء القبض على ذلك الشخص اللي هو ما خدامش، يعني ما خدام حتى شي حاجة، يعني كيتسكع في الشوارع، حكمت عليه المحكمة بواحد العقوبة اللي هي كبيرة، وفي نفس الوقت حكمت عليه التعويضات وما عرفتوش باش يخلصها، إذا غيمشي يدوز ديك المدة ديال الإكراه البدني، بينما الضحية ما تاخذش ما يفيد أو ما يؤدي إلى جبر الضرر. إذا هذا واحد العائق يحول دون وصول النساء، ماشي فقط العدالة وإنما حتى إلى سبل الانتصاف. عندنا واحد النقطة أخرى اللي كتعلق بتدابير الحماية. قانون محاربة عنف ضد النساء جاب واحد المعطى جديد اللي هو واحد التدابير، هو التدابير ديال الحماية. لأن حنا قبل كنا كنعرفوا القانون الجنائي هو قانون معاقب، كيجرم وكيعاقب. اليوم ولا القانون الجنائي أيضا يحمي. إذا شنو هي تدابير الحماية اللي كاينة؟ كاين المنع من اقتراب الضحية، المنع من الاتصال بها، إذاعة مؤسسة العلاج النفسي. ملي كنشوفوا في حالات كثيرة من الأصل
هاد التدابير يمكن ان تطبق على مستوى المحاكم الاستثنائيه ويمكن ان تطبق على مستوى المحاكم الاستئناف، ولكن اليوم كنظنوا ان غالبيه التدابير الحمايه تطبق على مستوى المحاكم الاستثنائيه، هي مرتبطه اكثر بالجناح وخاصه بجناح التحرش الجنسي ولا التغرير بالقصد، بينما قضايا كتكون اللي هي خطيره تقدر تكون جنايات ولكن كتكتفي المحاكم بالحكم بالعقوبات السلبيه الحريه ولكن لا تطبق التدابير ديال الحمايه، ربما لان كيقولوا ان اصلا ديك العقوبه المحكوم بها هي عقوبه كبيره. مثلا عندنا واحد الحاله كانت واحد فتاه اللي تعرضت لواحد الاغتصاب وهي من دابة الاعاقه، تم الحكم على المحكوم عليه ب 10 سنوات سجن. اذا ربما كيقول ان هذه 10 سنوات ما خير، هي كافيه تحقيق الرضاع، ولكن الاشكال هو ان هذا الشخص اذا تمتع مثلا بواحد العفو ولا تم تخفيض العقوبه ديالو غادي يخرج، ويمكن ان يؤدي ذلك الى تكرار يعني العنف الذي تعرضت له الفتاه. كاين اشكاليات اخرى اللي كتتعلق بالتكييف، وانا قلت انا من اول شرط من وجود العداله هو ان القاعده القانونيه خصها تكون واضحه. هناك بعض الافعال اللي مجرب عليها في القانون الجنائي، وكاين قانون محاربه العنف ضد النساء وعنده مقتضيات اخرى كتنظم مدونه الاسره عندها اكثر من وصف. نعطيكم واحد المثال اللي كاين قانون محاربه العنف ضد النساء اللي هو الاكراه على الزواج. قانون العنف ضد النساء جرى الاكراه على الزواج. اذا شنو هو التعريف ديال الاكراه على الزواج؟ هي واحد العلاقه زوجيه تمت بالاكراه. اذا هذه العلاقه الجنسيه اللي هي تمت بالاكراه، هذه العلاقه الزوجيه وطبعا هي ايضا علاقه جنسيه تمت بالاكراه، شنو معنى بدون رضا؟ اذا ملي كنقولوا علاقه جنسيه او لا زوجيه بدون رضا راه ما بقيناش في الاكراه، يمكن ان نصبح امام اختصاص. اذا عندنا هذه العلاقه الجنسيه اللي هي بدون اكراه، اذا طبق عليها قانون العنف هي جنحه الاكراه على الزواج، واذا طبق عليها القانون الجنائي هي اختصاص. اذا شنو الاسباب ديال هذا الوضع اللي كنعيشوا؟ هو ان المشرع قام عمل واحد القانون اللي هو جديد وقام بوضعه في قانون قديم ولم يقم بتحميله. اذا ولات عندنا بزاف ديال الحالات ان افعال كتقبل اكثر من وصف جنائي، وماشي فقط في اكراه الزواج، حتى بالنسبه لقانون تجاره البشر في مجموعه من الحالات. نعطيكم واحد المثال، وحتى في التحرش الجنسي مثلا كاين واحد المثال ديال واحد السيده تعرضت لابتزاز من طرف احد الاشخاص، قال لها خطبه، قال لها راه انا بغيت نخطبك ونتزوج بك. المهم تعرف عليها كيتواصل معها عبر الدردشه ديال الماسنجر، وقال لها صافي راه انت مراتي دابا امام الله وداك الشيء. المهم عمل معها العلاقه الجنسيه المره الاولى والمره الثانيه، من بعد بقى كيبتزها كيقول لها صيفط لي فلوس ولا غادي نشوهك، ولا بقى كيقول لها لا ماشي ما كانش ابتزاز مادي، ولكن كيقول لها كيدعيها مره اخرى من اجل ان يمارس عليها. دونك تم التصديق على المعيب الاخر، المره الاولى مشات، المره الثانيه مشات، من بعد صافي ديكلارات امام البوليس. كاين واحد المساله ايجابيه ان البوليس ما طبقش عليها هذيك المساله ديال انها اعتبرها ضحيه وبالتالي ما تبعش بالفساد، ولكن شنو الوصف اللي تعطى للفعل؟ تعطى ديك الفصل على ديك الفعل على اساس انه ابتزاز وتحرش جنسي، وديك ديك الفصول اللي كاينه في قانون محاربه العنف ضد النساء، والمتهم يعترف بانه قام بممارسه الجنس معها بعدما هددها بنشر صورها. شنو معنى هددها بنشر صورها؟ راه اكراه، ممكن يكون اغتصاب، لا هو اغتصاب لان هي علاقه جنسيه تمت تحت الاكراه، ما كانش هناك رضا. إذا احنا رخيصة تجارة البشر في نقاش، يعني علاش شنو الإشكال ديال تجارة البشر؟ اللي هو مرتبط أساسا بواحد الشرط اللي كاين في قانون ديال تجارة البشر. حنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنا عندنا توصية، هي أولا مفهوم الهشاشة اللي كاين في قانون تجارة البشر ماشي مفهوم واضح، والمفهوم الثاني اللي هو ديك الضحية تؤدي إلى سلب إرادتها. هذا عدم الإرادة يحتاج إلى تدقيق. ليه المشرع ما استجبش للتوصية اللي كانت في المذكرة ديال المجلس الوطني؟ هذا الشيء اليوم انعكس على العمل اللي كنعيشوا يوميا في المسألة ديال التكييف. إذا مجموعة من الأفعال اللي ممكن تكون هي جنحة وتقبل وصف ديال الجناية. إذا هذو من الإشكاليات الأساسية التي تواجه، ما عرفتش واش مازال عندنا الوقت. خذ وقت.
عموما انا نخلي الوقت الاخر للنقاش وشكرا جزيلا. بالحقيقة الأستاذ أنس كما سبقت الإشارة هو دكتور القانون والقاضي والحق الجنسي والوطني لحقوق الإنسان، وهو مناضل ويدافع عن قوانين تمييز النساء في أي محطة تجدونه من المدافعين. في الحقيقة هذه المداخلة ديالو اليوم سمحت بنا بمجموعة من القوانين اللي بالفعل كنشتغلوا عليها كجمعيات نسائية أو حقوقية، وايضا تيشتغل عليها الجهاز الوطني، تحدثنا على مجموعه المعيقات التي تحول بين النساء ووجه العداله. الاغلبيه كانت تتحدث على القوانين الموضوع، ولكن الاغلبيه كانت تنسى الاشكال اللي في الشكل اللي بسببها ان النساء في وجه العداله وتكون سبب ان النساء تبدا حقها. ايضا تحدثنا على يعني مجموعه من الاراء اللي كان المجلس يتبناها واللي بالفعل كتصب في نفس الخطاب ديال الجمعيات النسائيه والحركه الحقوقيه، ولكن للاسف ما تلقاش واحد الصدى، واليوم حنا تنعيشوا التبعه ديالها. ايضا عرجنا بنا على القانون 13 ديال المناطق عن النساء اللي جاب مجموعه ديال المواد اللي بالفعل هي ببساطه القانون الجنائي تلقاها في مدونه الاسره وتلقاها في القانون 13، منها مثلا الزواج ديال الاكراه. ولكن الحاجه المهمه ايضا هي مشكل التكييف في القوانين، اللي بالفعل هذا التكييف هو تيخلق لنا اشكال بالنسبه للنساء حتى انهم ما تحصلوش على الحقوق ديالهم. لم ينسى ايضا الحديث على مشكل المطالبه بالتعويض، وهما تنسميوه بالتعويض على الدعاوى المدنيه. اغلبيه النساء اللي تتوج او الضحايا اللي تيوجدوا المحاكم تينساو يطالبوا بالتعويضات في اطار الدعاوى المدنيه، وهذا تيخليهم ما تيحصلوش على التعويضات عن الضرر، لان الاغلبيه تيحسبها ان فقط العقوبه هي تتكون، ولكن كاين هناك تعويض اللي تيكون للضحيه كيف ما كان النوع ديالها. ايضا تحدثنا على المساعده القضائيه والاشكال ديالها، لانها بالفعل هذا مطلب ربما نخرجوا بهذا اليوم توصيه ديال ان المساعده القضائيه تسهل المشكله ديالها، وماشي فقط ما تكون حتى يطالبها الضحيه، ولكن المحكمه تلقائيا تعطى لديك الضحيه من اجل بالفعل تساعدها على الولوج، لان الاشكال اللي كاين هو ان فاش تطلب المساطير كما قال الاستاذ تمشي على ثلاثه ديال الادارات. حنا اليوم ايضا تنطالبوا بداك الشرفات الواحد اللي تحدث عليه الاستاذ، باش ان النساء ما يعياوش تقول فناقص عليا من هذا الدعوه، وهنا تيكون سبب ديال التراجعات. حتى لا اطيع عليكم وفي النقاش ربما الاستاذ هذا الموضوع ديالو غني جدا بالمعلومات، اعطي الكلمه للاستاذه نعيمه حميده نائبه الوكيل عام محكمه الاستئناف اللي هي بالفعل رئيسه الخليه ديال التشبر بنساء ضحايا العنف، واللي بالفعل فوق ما عرفت على هذا الشيء شويه وقما عندما تلقوها موجودة، وقما تحل على شي ميز ديال النساء ضحايا العنف إلا يعني تتكون عندها بحال قضية اللي هي ديال أي امرأة. أيضا تتلبي لنا الدعوة من أي استشارة ممكن أننا تنطلبوا منها من هذا المنبر، تنحييها على الإنسانية ديالها وعلى العنا ديالها، ماشي مجاملة ولكن بالفعل. هذه هي الأستاذة نعيمة حميدة نائبة السيد الوكيل العام. تفضل يا أستاذ.